تتذكروا وقت انفست كورب البحرينيه استثمرت بجوتشي وانقذتها من المشاكل الماليه والخلافات العائليه؟ هيدا مثال عن صفقات مشهوره في عالم الملكيه الخاصه او البرايفت اكويتي. شو سر الاهتمام الكبير بهذا العالم بهذا الوقت بالذات؟ وكيف ممكن انتم كمان تستفيدوا من صفقات مماثله؟ انا لارا حبيب ساخبركم عن ذلك ودائما باختصار. صناديق الملكية الخاصة عم بتعيش عصر الذهبي. العام 2021 كان ثاني أفضل عام في تاريخ هذه الصناديق من ناحية حجم الأموال التي جمعت، وأفضل عام من ناحية قيمة صفقات الاستحواذ والتخارج. السبب أنه المستثمرين عم يبحثوا عن استثمارات بديلة بتأمن عوائد مرتفعة في ظل أسعار فائدة متدنية. خليني أوضح لكم عن شو عم بحكي. صناديق الملكية الخاصة هي صناديق تستحوذ على شركات خاصة لتقوم بتحسين أدائها المالي والتشغيلي والتخارج منها بربح كبير بعد فترة معينة تتراوح عادة بين 5 إلى 7 سنوات. التخارج بيكون غالباً إما عبر إدراجها في الأسواق المالية أو بيعها لمستثمر استراتيجي. صندوق الملكية الخاصة يقوم بتحسين الشركة التي يستحوذ عليها عن طريق تأمين قروض بشروط تفضيلية وعبر تغييرات بطريقة إدارتها بقيادة رؤساء تنفيذيين وماليين يعملون في هذه الصناديق. صناديق الملكية الخاصة لا تكون مفتوحة للمستثمر الصغير، بل تجمع أموال من مستثمرين مؤهلين يطلق عليهم اسم الشركاء المحدودين Limited Partners، وغالباً هم صناديق تقاعد، صناديق سيادية أو مستثمرون أثرياء. لذلك قد يصل الحد الأدنى المطلوب للاستثمار في هذه الصناديق ملايين الدولارات، بس تاخذوا فكرة بالمنطقة توقعوا رقم بحدود 5 مليون دولار. ما معكم 5 مليون، في طريقة أرخص للاستثمار في هذا القطاع، هو عبر شراء أسهم شركات الملكية الخاصة من أكبرها في وول ستريت، بلاك ستون، كي كي آر وكارلايل. استثمار في صناديق الملكية الخاصة فيه تكاليف عالية متمثلة بالرسوم التي يتقاضاها مدير الصندوق المعروف بالشريك العام General Partner، وعادة تقسم كالتالي: رسم إدارة سنوي يقارب 2% من الأموال المستثمرة، رسم أداء Performance Fee أو ما يسمى أيضاً Carried Interest يأخذه مدير الصندوق كجزء من الأرباح المحققة من الاستثمار، وهو عادة بحدود 20%، شرط أن تتجاوز العوائد حد معين يتم تحديده مسبقاً يعرف بالهيردل ريت، يتراوح بين 7 إلى 10% بالمتوسط. نصيحة: إذا أردتم الاستثمار في صناديق الملكية الخاصة، ذكروا أنه الاستثمار هو غير سائل وطويل الأجل، فمدة هذه الصناديق هي غالباً 10 سنوات. كما من الجيد النظر إلى الأداء التاريخي لمدير الصندوق والقطاعات التي سوف يركز عليها. ولكن السؤال: هل الاستثمار في صناديق الملكية الخاصة أفضل بكثير من الاستثمار في الشركات العامة المدرجة؟ بالنظر إلى أحد المؤشرات التي تقيس أداءه، حققت صناديق الملكية الخاصة عوائد مماثلة للـ S&P 500 في آخر 10 سنوات بحدود 15%، ولكنها حققت عوائد أعلى من المؤشر الأمريكي إذا نظرنا إلى الأداء على مدى 20 إلى 30 سنة. باختصار، صناديق الملكية الخاصة هي نوع من الاستثمارات البديلة عالية المخاطر، استقطبت اهتماماً كبيراً من المستثمرين في السنوات الماضية، ولكن السؤال: هل هذا الزخم سيستمر في العام الحالي، خاصة في ظل ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة، مما يصعب عمل هذا القطاع ويضغط على ربحيته؟